أستاذ أحمد، أهلا بك النهاردة في افتتاح نادي سينما المرأة، بينظمه المركز القومي للسينما. رأيك في اختيار المركز القومي للسينما في تأسيس نادي السينما المرأة والاهتمام بالمرأة ودورها في السينما؟ ده شيء جميل. ليه؟ لأن دلوقتي احنا بنتكلم محتاجين نادي سينما نعرض فيه الأفلام اللي ممكن ملهاش جانب تجاري، فبالتالي ليها لغة سينمائية، فمحتاج ان انا اعمل عملية تثقيف للجمهور بهذه الافلام. كون ان انا اختار الهناجر فده ملتقى ثقافي مهم جدا، وبالتالي بعرض فيه بعض الافلام ويحصل بعدها ندوات، فيبقى فيه حراك ثقافي. هذا الحراك هيجيب لي طبقة او شريحة جديدة من الجمهور اللي هو محب وفاهم للسينما. اما دور المرأة، دور المرأة طول عمرها موجودة في السينما، ما اقدرش ان انا الغيها تماما، بل بالعكس في بعض السنوات او حتى العقود السينمائية، يعني 10 سنين وعشرين سنة واكتر، هلاقي ان في بعض السيدات كان اسمهم هم اللي بيبيعوا بالفيلم، زي ليلى مراد الفيلم يتباع باسمها، زي فاتن حمامة، زي ام كلثوم. لا، ام كلثوم كانت غنى وعملت فيلم برضو، لكن انا بتكلم على السينما التجارية. كان عندي شادية، ثم بعد كده نادية الجندي ونبيلة عبيد. المشكلة النهاردة ان النجمات الموجودين دلوقتي ما اشتغلوش على نفسهم بشكل كبير ان يتباع الفيلم باسمهم، باستثناء ياسمين عبد العزيز، هي حتى الان اللي بتقود المسيرة في سينما المرأة. ولكن المرأة موجودة في جميع الافلام، ما فيش حاجة اسمها فيلم من بطولة رجل فقط، لازم ابقى فاهم النقطة دي. لكن من الجميل ان انا اناقش بعض الافلام اللي بتبرز دور المرأة في السينما. رأيك في مقولة منة شلبي بتقول ان دايما المرأة بتكتب عن المرأة اكتر باكتر احساس واكتر عمق، يمكن ده هل ده برضو يخش ضمن الاهتمام بدور المرأة في السينما كصانعة أفلام خاصة بالأنثى؟ لا، هو يمكن ده رأي منة شلبي، ده شيء جميل واحترم، ولكن لما تيجي بقى في الحياة العملية، انا عندي مخرجات زي هالة خليل، زي كاملة أبو ذكري، آيتن أمين، عندي مجموعة كبيرة، ولكن أفضل من كتب عن المرأة كان إحسان عبد القدوس، إذن رجل. فما اقدرش ان انا اقول ان المرأة الوحيدة هي اللي بتكتب للمرأة او بتحس. ليه؟ لان افضل من كتب للمرأة كتير جدا، كتب مثلا احسان عبد القدوس، جه مصطفى محرم وهو اللي كتب ليه نادية الجندي افلامها. عندك في مجموعة كبيرة جدا جدا، دكتور رفيق الصبان كان عنده اللي بيقدر ينقل احساس المرأة على الشاشة، فما فيش حاجة اسمها الرجل يكتب للرجل او المرأة تكتب للمرأة. الموهبة موهبة ايا كان. هل نادي السينما سينما المرأة هيضيف للحراك السينمائي في مصر؟ بالتأكيد هي، او في الوطن العربي. يبقى الاختيارات المهم عندي هم بيختاروا ايه، طالما في اختيارات انتقاء في الاختيارات، فانا هنا مش جاي لسينما تجارية، انا جاي هنا لسينما ليها وزن في المجال السينمائي ولكن مش سينما تجارية، فلازم اناقش. رأيك في اختيار لما بنتولد كافتتاح للنادي؟ هو ده شيء جميل لسببين. اول حاجة الفيلم حتى الان لسه موجود في السينمائي، ودي يعني خطوة جريئة ان انا اعرض فيلم داخل النادي وهو لسه بيعرض في السينمائي.
الحاجة التانية موضوع الفيلم، الثلاث قصص اللي داخل الفيلم المرأة فيهم شيء أساسي، فبالتأكيد ده كان اختيار موفق. أستاذ أحمد أنا عاجز عن الشكر وبالتوفيق يا رب دايما. أشكرك شكرا. بسرعة بسرعة أستاذة لميا كرم فنانة جميلة جدا، رأيك النهاردة في افتتاح نادي سينما المرأة التابع لمركز القومي للسينما؟ أنا مبسوطة أن افتتاح النهاردة نادي سينما المرأة، أعتقد ده افتتاح ليه وهو أول دورة، وإن شاء الله متبقاش يعني يبقى في تاني وتالت ودورات كتيرة مهمة. ومبسوطة أن السبوت بقى بدأ على المرأة، لأن طبعا هي كانت واخده حقها زمان وتاخد حقها اكتر كمان الفتره الجايه ان شاء الله. هل في اختلاف بين سينما المراه وسينما الرجل؟ مش اختلاف قوي، بس دايما بيبقى الراجل هو اللي مسيطر والمراه جايه دور تاني بتساعده وبتوقف جنبه في مشاكله. احنا عندنا المراه كيان كامل، المراه عندها حاجات كتيره جدا 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 نوجه عايزين نتوجه ليها، نشوفها نوجه السبوت ليها، ف هنطلع حاجات كتير قوي من حكايه المراه، لان المراه شيء عظيم قوي ياخد حقه بقى. فنانات كتير تكلموا عن ان المرأة دايما بتكتب او بتخرج باحساس اعمق بالنسبة لحالات المرأة، فهل صحيح؟ طبعا المرأة عندها احساس، يعني المرأة الام والزوجة والمدرسة والمعلمة والدكتورة، المرأة كل حاجة، فاكيد عندها كتلة من الاحاسيس، هي اللي ربت، هي اللي علمت. طبعا مع احترامي للرجل، بس اكيد في مراحل كتير المرأة مرت بيها تقدر توصلها لنا وتقدر تبقى عندها اكتر من رجل. يعني اطفال رايك في فيلم الافتتاح النهارده لما بنتولد؟ انا مبسوطه جدا لان كان نفسي اتفرج على فيلم لما بتولد وجات الفرصه النهارده ان اشوفه، فانا حريصه ان اشوفه. ميرسي جدا يا استاذه لميا، وبالتوفيق يا رب دايما والنجاح. شكرا. انا باكد اني ما كنتش متوقعه ان يكون ده اللي هيحصل بعد موافقه كمان الفنانه الكبيره سميحه ايوب. معلش استحملوني، وبرده ما كنتش متوقعه ان ده هيحصل بوجود مخرج زي استاذ كمال منصور، زي استاذ المخرج محمد حمدي، زي المخرج احمد خالد امين، ان هما وافقوا يكونوا موجودين ويدعمونا ويدعموا الفكره من اول ما كلمتهم.
الهدف ان احنا بنعمل تلاقي تواصل. الحقيقة انه سينما المرأة هي ممكن تكون سينما فكرة معمولة قبل كده. الفرق ان هو اسمه نادي لانه بمعاد ثابت وبوقت ثابت. الحقيقة ان بعد ما وافقنا على الفكرة وبعد ما جبنا الجواب للمكان ده انه وافق انه يعملها بس اخرها شوية عشان مهرجان القاهرة. الحقيقة اني لقيت الوقت قدامي بيدور فقلت اكيد ربنا بيديني الامل ده. فجربت اعمل حاجة على السوشيال ميديا واكتب نادي سينما المرأة واكتب افلام. اتفاجئت ان انا جالي اكتر من 60 فيلم بمختلف الاتجاهات وبمختلف الكاتيجوري من كل الناس. وده كان بالنسبة لي دفعة ان انا اعمل البرومو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. انا ما قدرتش اكمل لانه مش عايزه مدته يطول اكتر من كده. الحقيقه ان انا فرحت قوي ان الفكره لقت الاقبال ده ومن جنسيات مختلفه ومن بلاد مختلفه. وعشان كده حسيت ان دعمهم انه يكون وجود فيه نجوم يكرموهم ويدوهم جزء من حقوقهم شويه الماديه او المعنويه. وبعدين لما ابتديت اكمل الموضوع ده قلت طب بالنسبه ان احنا عندنا رموز لكبار من السينمائيين والمخرجين لما يبقى فيه كمان رموز شابه نقول لهم انه ممكن تصر على حلمك وتكمل وتوصل ان انت تبقى معروف. فكلمنا رجوله شابه برضو زي استاذ محمود فاروق شيبه ومحمود فارس وفرام ممدوع مش ليه فرواش. مش عايزة اطيل عليكم انا عايزة اوريكم جزء من البرومو ونرجع نكمل التكلمات مع برومو. شرفتنا وكل صناع الفيلم. وفي حد انا اعزمته جه فنانة بشرة موجودة دلوقتي. احنا ممكن نستضيف الاستاذة الكبيرة سميحة ايوب والاستاذ كمال ابو ريا الدكتورة سعاد شوقي تسليم تكريمات. رئيس جمعية الفيلم ممدوح عبد السميع محمود عبد السميع مش محمود محمود عبد السميع اتفضل. التكريم يكون ناحيتي عشان نعرف ناخد الصوره. حضرتك تتفضلي معانا هنا. تعالوا المصورين ناحيتي اتفضلوا. الدكتورة منى الصباغ نبص كده. اتفضلي يا دكتوره منى يلا معانا كده شويه. ايوه ممكن نرجع الفوتوغرافيا دي ورا. لا لما الفوتوغرافيا ترجع ورا طبعا
اتكلم عليهم. فينك يا محمد؟ يا كاميرا جاي اهو، جاي ورايا اهو. انت في اللي وراك المشكله كلها معاك. انت بص هنا، ما ينفعش كده. هنا او فين؟ شوف انت، مش ممكن. دي الصوره بتاعت التكريم. لا خده من هنا، خده من مكان ثاني. مش ممكن، مش ممكن. عيب الصوره، عيب. ما ينفعش يا فندم. استاذي هنا لا معلش، انا بقول لك خليك تعالى هنا. هو اعتقد كويس على خلاص. تعالى نوقف المخرج استاذ كمان منصور. شيبة يمثل شريف رواش. ممثل مفران ممدوح. الأب الروحي. والمخرجة الأكاديمية الشابة آية العدل. الأستاذة المخرجة الشابة آلاء محمد. آلاء محمد. آلاء محمود. الاثنين آلاء. مش موجودة؟ مش موجودة؟ أستاذة سميحة. طبعا. أستاذة بشرى. احنا سلمنا عليكي، ما لناكيش من شويه.
احنا عندنا تكريمات تانية لأبطال ومخرجين فيلم لما بنتولد، بس هما حبوا ان هما يتكرموا بعد الندوة، ومنهم طبعا اللي مشرفنا أستاذة حنان سليمان. والأستاذة وجه جديد ومفاجأة هنشوفها، أميمة السباعي. والأستاذة تهال ستريتي. والأستاذ عمرو عابد. والمنتج معتز عبد الوهاب. احنا هنروح للفيلم وللمره الثانيه انا باكد انه طيب ممكن اتفضل. انا بشكركم جدا وبشكر دعمكم يعني. أحمد خالد أمين.
طب ممكن نكرم نجوم الفيلم دلوقتي؟ يعني يستحقوا ولا ايه؟ مايما السباعي سميحة منورة الدنيا. طب يلا يلا بسرعة الحق معاد ايه؟ استاذة سميحة منورة الدنيا اشكرك. رأيك ايه في الـ لما لا انا بصور فيديو لحضرتك. لا هحطه على اليوتيوب اهو يا ابني. خدت صورة بقى انت بكام؟ رأيك في المهرجان سينما المرأة اهو. يعني مهرجان جميل والفيلم اللي اتعرض فيلم ممتاز. رب بالتوفيق يا رب مدام سميحة ومنورة الدنيا كلها. ابوك انت تطلعي سنة بس بره سنة بره سنة. طيب
استاذه شاهين ده مديره نادي سينما المراه، الف مبروك الافتتاح النهارده، افتتاح رائع، حضور جماهير كبير، حضور فنانين، فيلم اكتر من رائع للافتتاح لما بنتولد. كلميني عن الفكره وكلميني على النادي والمستقبل بتاعه. يعني الفكره ان شاء الله هي نادي سينما المراه بنستقبل افلام من كل الشباب وكل النجوم، يعني مفيش كاتيجوري معين. احنا المفروض نكون تالت اثنين من كل شهر دايما مكاننا ثابت هنا في الهناجر الساعه 7 مساء، نبقى بنعرض الافلام وبنعمل معاه بعدها حلقات نقديه لغرض التواصل والتلاقي. ان شاء الله هدفنا ان هو يبقى في كل المحافظات اكتر، عشان الست المصريه يبقى عندها وعي بنفسها وان المجتمع يبقى عنده وعي بيها. المفروض كمان انه الهدف انه يعني يبقى كل الجماهير اللي جاي النهارده يبقى بيجي كل مره يشجع ويدعم الشباب، لان هو ده اتجاهنا، يعني اتجاهنا المفروض يكون ليهم وده واجبنا يعني. فانا بامل ان كل مره ابقى بعمل ايفنت الاقي الناس بتيجي بتشجع الشباب بتقول لها رايها، فمنها يفضلوا يتعلموا ويطلعوا لنا احلى حاجه عندهم، لان هم اي نعم امكانياتهم الماديه قليله لكن يعني بيوتهم الفنيه فوق العالم. اختيار فيلم لما بنتولد للافتتاح اختياره لان في اكتر من عنصر نسائي، اغلبيتهم شباب، المخرج اول مره ينتج حاجه طويله، فانا كنت قصدي اعمل ده عشان اقول لهم ان في يوم من الايام ممكن لما تبقى مخرج شاطر تنتج ويبقى في مخرج يخرج لك، فدي خطوه مهمه جدا. الخطه للنادي يعني الافلام كل شهر ان شاء الله بعد كده يلف المحافظات. الف مبروك ويا رب دايما بالتوفيق والنجاح. ميرسي جدا لوقتك.